جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، إلى أن قال، وهذا هو الشاهد: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وأما ما جاء عند الترمذي فإنه أخبر عليها الصلاة والسلام لما سئل عنها قال: هي على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذا الافتراق وهذا الاختلاف ليس هو الاختلاف في فروع الشريعة كما هي المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود من الافتراق هنا هو الافتراق في أصول الدين في العقائد، مثل ما حصل من الخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة